هاي نعت مهدي انا شكون اللي كيتفري قال انت شكون انا جيبها ما سخيتوش به ماما ما تعطيش العثمان جيبي لنضاد ما كتشوفش هذا ما بقى شاكي يلباني اما يلباني هاك صافي ماشي تسلي لنا تحبس لا خليها تغسلو مزيان باش في مره ما شنو هذوك الكلاوي خليتيهم تما غسلي غسلي العنق وحيدي داك الشلابط يا اختي شوفوا انا ما نقيه وما غزي لا انت على الخشاي ما من الفوق وهو من التحت يديك مغسول يا عثمان يلا سير سير انتوما يا اختي عثمان كيشوط وما تعطيهش بزاف لجهه وحده ما تخليش في جهه وحده تبقى شاد العافيه انتوما يا اختي اشيما شتو ما دارت والو كي كتفرج صافي حيد الشاليم وحيد حيد دير عثمان هنا في هذه الركبة دير ايوا دابا يا اختي جينا نفطرو عرفتو عييت طلعت الدروج قتلوني درنا هنايا حطينا شويه ديال المالح والويزات وكوطويات وبرد اتاي بارك يا اختي العيد ديال الشوا مازال حتى واحد ما فطر او كنسخفت خفت ايوا صافي يا اختي بصحتكم بصحتنا نفطروا ونوضوا عاود نكملوا جوينا هنا اختي جالسين كنشويو الكبيده شوفي يا ماما شتي كديريها في الباب
غادي نزول صافي بركه عليك نديرو لها نص طيبه وموراها نوليو عاد نردوها مع شنو سميتو هذاك الرضا اختي. هنا صافي الروينه ديالنا حنا ساليناها بكري وحنا حنا بكري هنايا الدواره باقي لنا نصايبها ماما دير لها الماء سخون وداك الشيء. وهنايا الكبيدات جوج كبيدات يا اختي شفتو دابا هنايا ماما كدير لهم المهم بلا ما نعاودكم راكم عارفين. وما عطيني شويه ندوق شي جهه اللي تكون طايبه نديرو نمشي على المتحف ايوا يا اختي عييت 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 ايوا يا اختي خليتو ماما كيصايبو شيماء كتعاون الجيران في الدروج اي مرة فيها الدروج بزاف عرفتي كتعاون داك الناس في سبيل الله. ايوا انا اختي جيت نتكى شويه غير نتكى خليت ماما كتصايب داك الشيء الكبيده كتشوي الفلفله ومطيشه و ايوا صافي هذا نتكى انا واحد شويه مورا عاد رمضان اختي هاد العام كاع ما لبست داك الكندوره اللي كيلبسوا البنات صافي فقنا بكري دغيا هبطت بيجامتي مازال بيا غادي نعس واحد شويه ايوا نوض اختي نوريكم كشخ ديال العيد ديالي نكشخ عليكم نوريكم اللباس ديالي اللي خديت فخباركم لبست العيد ديالي مفوقاش وانا موجوده زمان زماني ملي كنت في الامارات خديتها من تما. المهم تنشارك معكم نقول لكم ملي خديتها بزاف الناس كيسولوني على اللبسات اللي كنلبس شي مرات ايوا صافي غنحط لكم في الانستغرام داك الكسيوات اللي سولتوني عليهم منين خديتهم خلاص شي بنيته جاوبتهم في البريفي ولكن شي وحدين ما جاوبتش ما جلستش تندير نجاوب كل شيء في خطره ندير ستوري ايوا صافي اختي انا غادي الناس ومنين نوض نرجع معكم في الاكل هانتوما هنا الريوس كيتشوطو صافي بقى هذا وهنايا شوفوا بحال ما عنديش الفلاش قبلوا على هاد الكاليتي شوفوا الحواله بحال لي داخله شي مجزره بحال راه كيف الباطوان ديال العماره كامله شوفوا تبارك الله هانتوما كاين هادو كاين هادو حنا اول وحدين ذبحنا اول واحد سالا هو نشوف ايوا صافي دابا سيقو الدروج سيقو هنايا الضوايه اللي كان فيها الحواله ايوا صافي طلعوا هين تغداو. صباح الخير عليكم بنات صافا كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا اختي هذا الفيديو عيدكم مبروك باش كنتمناو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله بصحه وسلامه باش ما كنتمناو مرحبا بكم معنا في هذا الفلوق. ايوا صافي اختي لقيتونا بديت لكم الفيديو في الصباح لقيتونا فقنا في 7:30 ديال الصباح فقنا راني صورت لكم احشاري صورت لكم هبطه في الدروج وراكم شفتوني كي كنت مبوقه. المهم تذبحنا ذبحنا بكري وسالينا وهذا شفنا شويه الاجواء ديال العيد ديال الناس كيذبحوا ايوا صافي دابا لقيتونا طلعنا الكبده وداك الشيء ديالنا باش نشويوه وموراها المهم هانتوما معنا نفطروا وموراها نتغداو المهم هانتوما معنا اي حاجه غادي نصورها لكم ايوا صافي بارك الله على هدى سي هدى. ايوا اخيرا يا اختي وجدنا علاش قطعنا البحور ها شيماء شوما تحشم بحال اللي جاو يخطبوها شتي شتي على اختي هنايا اختي داك الكليوات والقلب وهنايا الكبادي اختي الكبادي بارك الله جوج كبادي علاش قطعنا البحور والتكتوكه
كاين نزعلوك ما تحطوش زعلوك. هنايا زويتنا حنا ضروري من الزيتون، ما يمكنش الزيتون يخطينا نهار العيد. ايوا صافي اختي بصحتنا وصحتكم. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا اختي مور العيد مور الما كلينا مرتاحين شويه وجبنا كاع روينا عرفتوا عينا عينا خارجيني بالسيف والله خدينا راسنا حيت معروضين خدينا راسنا. ايوا اختي صافي اختي الكفته ديال العيد غنقرب لكم باش نلبسنا. اجي انت زيدي القدام شيماء لبست مخور ديالها والعبايه وبدا لبست الكمانه لبست هاد الكنا دايره هادي كتشي هكا صافي. هذا المكان هانتوما معنا غادي نمشيو مع رودين وهانتوما معنا نصور لكم شويه فاش نوصل. كتشوفوا هكا داز النهار الثاني هذا مور العيد. نسيت ما صورت لكم النهايه ديال الفيديو حيت كيف ما شفتوا كنا معروضين هاد العشيه دازت عشيه غزاله غزاله.
بزاف ديال البنات كانوا سولوني على العبايه، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديال العبايات اللي بغات العبايات والمخاوير. وكنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو.